تحفة من الماضي، استطاعت بجودتها وقيمتها المادية والمعنوية المحافظة على مكانتها بين الحرف والصناعات القديمة. صناعة السدو إحدى أبرز الحرف التقليدية التي تعكس غنى مضمون التراث الإماراتي، إذ أنها تمثل مهنة قديمة عمل فيها الإنسان البدوي، واستحقت أن تكون ضمن القائمة التمثيلية لمنظمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية. يتميز السدو بأشكاله وألوانه الزاهية وزخارفه المميزة، بينما تعتمد صناعته على وبر الإبل وصوف الماعز والأغنام ومجموعة من المعدات منها المغزل والأوتاد الخشبية. تستهلك هذه الحرفة وقتا طويلا، فهي تحتاج إلى الصبر والحس الفني في اختيار تصميماتها الهندسية وتناسق ألوانها مع مكونات البيئة الصحراوية. تتألف صناعة السدو من 4 حدائد متصلة ببعضها على شكل مستطيل، تشد على السدو الخيوط في الاتجاه الطولي، ثم تستخدم قطعة خشبية مربوطة بالخيوط بشكل عرضي لإدخالها بين الخطوط الطولية، لنحصل في النهاية على الأشكال والزخارف المطلوبة من دون استخدام أي أدوات إلكترونية. في الماضي كان الرجال والنساء يمارسون هذه الحرفة، أما اليوم فأصبحت المرأة أساس استمرارها، وهي من تتحمل مسؤولية صونها والحفاظ عليها، كما أنها الأكثر براعة وإتقانا في صناعتها. لطالما اختارت المرأة البدوية الألوان الزاهية في منسوجاتها بالسدو كالأحمر والبرتقالي، أما استخدامات السدو قديماً فأخذت أشكالاً ومجالات متعددة، كما تعد عنصراً أساسياً في تكوين بيوت الشعر، لتبقى هذه الصناعة رمزاً من الأصالة التي لا غنى عنها.